ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة الكينية نيروبي موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية ضعنا في الصورة لديك وتفاصيل الجلسة الافتتاحية اليوم. محمد، تحياتي. دعني أبدأ بآخر مستجدات هذه القمة نصف السنوية التنسيقية من قمم الاتحاد الإفريقي هنا في العاصمة الكينية نيروبي. منذ قليل اختتمت أعمال قمة ثنائية جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكيني ويليام روتو، قمة هامة ناقش خلالها الرئيسان عدد كبير من القضايا، سواء القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين القاهرة ونيروبي أو فيما يتعلق بتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين حيال عدد من المستجدات الإقليمية. في البداية رحب الرئيس الكيني بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفها بأنها زيارة هامة تبني في جدار العلاقات المصرية الكينية الممتدة لعقود، وتأتي في وقت دقيق من أوقات العمل الإفريقي المشترك، بالإضافة إلى الثناء والترحيب بمشاركة السيد الرئيس في هذه القمة، خاصة وأنها قمة استحدثت إبان الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي عام 2019. القمة الثنائية بين الرئيسين الرئيس السيسي ونظيره الكيني استعرضت جملة من القضايا والعلاقات المرتبطة المرتبطة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي، وعكست توافر إرادة سياسية لدى مصر وكينيا لدفع وتعزيز هذه العلاقات في المرحلة المقبلة، استنادا إلى التنسيق والتشاور المستمرين بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكيني ويليام روتو. في هذه الأثناء أيضا سوف يستعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الجلسة المغلقة الثانية، والتي سوف يلقي خلالها كلمة مصر الهامة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، بوصف الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الأثناء الرئيس الدوري الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. السيد الرئيس سوف يلقي هذه الكلمة التي تستعرض جهود الرئاسة المصرية في إطار دفع وتعزيز التنسيق والتشاور والتعاون بين مصر وبين القارة الإفريقية وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على عمليات التنمية المستدامة، والتأكيد على أن القارة الإفريقية لا تساهم في الانبعاثات الحرارية أكثر من 3% على مستوى العالم، ومع ذلك هي أكثر المتضررين من هذه الانبعاثات. قدم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يطلع الحاضرين على تطورات الأمور فيما يتعلق بهذه المبادرة، وفي إطار التعاون بين الشركاء الإقليميين والدوليين كما أشرت، مع مصر ومع القارة الإفريقية بشكل عام في الحد من هذه التأثيرات السلبية، والتأكيد على أهمية التحول إلى الاقتصاد الأزرق واستخدامات الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة. نعم محمد، أشكرك شكرا جزيلا علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، كنت معنا من العاصمة الكينية نيروبي.